الحمله صارت جاهزه، الانانه كمان. ايدي نانسي عم تشرب كثير. تنعرف اكثر شو محضرتنا الليله، بنستقبل نانسي اسكندر. مساء الخير نانسي، كيفك؟ ثانك يو حبيبتي. اي لاف ات. عن جد كمان جميله وقصته حلوه. نانسي شو رح نعمل الليله؟ عم تشرب كثير ها؟ انا؟ لا عم بمزح. اليوم رح برهلكم مشتركة قنينة شو عم تقولي؟ اكزاكتلي. اليوم رح برهلكم انه فينا نعمل درينك من 7 بريميوم سبيريتس. اوكي. وما نسكر. ما نسكر؟ وما نسكر، يطلع درينك مهضوم وكيوت وما يزعجكم. فرجينا. بدك تشوف كيف؟ اوكي. اي هاف هير ذا شيكر. اول شيء لازم تعرفوا انه نسبة الكحول بكباية بيرة هي قد نسبة الكحول ب 175 مللتر بيض. نعم. وقد نسبة الكحول ب 30 مللتر شيء اسمه سبيريت. سبيريت يعني مثل الرام والفودكا والليكر. يعني. والشوت من الشوت. يعني رالف وقت ياخذ 7 شوتات قد 7 بيرة؟ مزبوط. رالف بدنا نخفف. مزبوط. أنا اليوم رح أعطيكم طريقة كيف فيكم تعملوا درينك كثير مهضوم وحتى معمول من 7 سبيريتس بس. نعم. بطريقه كثير مدروسه وما يزعجكم. وين عم تشتغلي نانسي؟ باي هي بعد هلا نانسي بجميز عم تشوفيها؟ بعتي السيفيات تبعي يلي بحب يوظف. رح نبلش بهدول ال 7 بريميوم. رح نبلش ب واتس ان يور هيد. وات دو يو وانت؟ فودكا. فودكا. Gonna start with real vodka, مش gonna put vodka. And then white rum. And then brown rum. على فكرة ال spirit معناتها ليكر ابريكو. عندك؟ في يوجد. اوكي. صاروا كم واحد؟ 1 2 3 أربعة. أربعة. تنعد سبيريت كمان ليكار أبريكو؟ بينعدوا سبيريت، كل شيء سبيريت يعني الكول من بعد ما تخمر عملوا له عملية تبخر وسحبوا الكول تيصير الكول نسبة الكول فيه أقوى، بقى ليكار فودكا رام هن سبيريتس بسموهم، لأنه عم تحطي نقطة نقطة؟ ما هيدي السر. تكيلا. كيف؟ تكيلا هي السر انه فيك تخلط قد ما بدك سبيريتس. رح خلي تشيري لاخر شيء لانه اطيب شيء. تشيري اون توب. Alright and now كمان ليكا. كريمه كنت بتشيري لانه تشيري اطيب شيء، هي اللي بتطعمني. فاذا هيدا درينك اذا بتلاحظوا بعدنا قد الشوت. نعم. اوكي. هلا رح اخلط لكم كل شيء في انواع جوسز فيها بسرعه ومع موسيقى. يلا باينابل. يلا وير ذا ميوزك؟ ها حاضره. وير ذا اورنج لحد عم حط شوي من هون. ليه؟ لانه بدي احط كرامبري and I'm gonna put passion fruit. عنده اهميه كثير كبيره. شو هي؟ يلي very rich بالفيتامين سي، فيه بوتاسيوم، فيه مادة بتروق الأعصاب. إذا واحد معصب لازم ياكل باشن فروت قبل ما ينام. معروف إنه عنده عنده كتير مميزات الباشن فروت. gonna put the shaker. يلا يا نانسي. and now we're gonna shake. دادي حمسهم شوي. يلا شيكت يا نانسي. بعد بعد ايوه بس هي هيك غلط، لازم القلب. على فكرة مجرد
مجرد انه ضغطوا جوس بالشات بهالكمية السبيريتس، حطينا صحيح 7 سبيريتس بس ما حطينا كمية كبيرة، مجرد خلطتوا فيهم الجوس كترتوا الكيس، كبرتوا الكيس تبعكم، فيكم بهالطريقة تقضوا ساعة عم تشربوا كيس، تعطوا جسمكم مجال انه يطلع الالكول من جسمكم وما بتسكروا بسرعة. الجوز بيساعد الالكول يظهر من الجسم اسرع؟ هلا في كثير بيسالوا هالسؤال، الالكول اذا بتخلطوا بالجوز اول شيء ديليوتد بيصير، معناتها صار اخف، معناتها بيسكر اكثر. هيدا اللي مش مزبوط، ما بيسكر اكثر، هو شو بيصير؟ بيصير اطيب اوقات، يعني بس يحطوا كميه سكر بالالكول بصير الالكول اطيب، بصيروا يشربوا اكثر، بس هي علميا انت بس تخلط الجوس مع الالكول يعني زيت السكر بده جسمك وقت اكثر تيحرق هالالكول وهالجوس بذات الوقت، سو بياخذ وقت اكثر تيطلع من جسمك. اوكي، يعني بالعكس وقت بتزيد الجوسز على الدرينك انت عملت ديليوشن وكترت حتى انه طولت الميتابوليزم بمعدتك كرمال تو بي ابسورب يعني بالمعده. اذا طولتي دونك اذا شرب مش كل ساعه رح يقدر يشرب درينك، دونك رح ياخذ وقت اكثر تا ما يسكر. اوكي لا شوف اوكي اوكي هيدا الدرينك شو اسمه؟ هيدا درينك تيست تو سي هاو دو يو فيل. هيدا درينك فيك يا انت تخلطه يا يو جيت ات ريدي مدروس ومعمول برا والكميه الكحول فيه مدروسه واسمه زومبي. لنعرف اكثر عن الزومبي من سبيل جوابي رميا. مساء الخير جو. بونسوار. كيفك؟ ماشي حال؟ سافا؟ جو اليوم بهيدا الكيس في هالكمية الكحول، بس اليوم بوحدة من الزومبي قد ايه فيها تقريبا كمية الكحول؟ اليوم الزومبي فيها 15% الكحول. هلا قصة زومبي شيء وقصة فلاش زومبي شيء. لخبركم شوي عن زومبي كوكتيل اللي هو واز انتروديوسد بال 1930s. كان في شخص عنده اي ريستورانت وكان عامل هيدي الخلطة، ما كان يسمح ابدا لحيالا كلاينت يشرب اكثر من 2 زومبيز، لانه كمية الكحول موجودة بزومبي at 7 glasses of حيالا سكوتش ويسكي. اوف يس. هلا نحن شو عملنا؟ اخذنا ذا اولد ريسيبي الموجودة واكيد بمصادقة بأوروبية قدرنا خلطنا الريسيبي مع ديفرنت سبيريتس اللي هن الفودكا ريل فودكا مع تيكيلا وديفرنت فريش جوسز اللي بيتراوحوا بين 10. قدرنا نزلنا تقريبا الكحول من 60% ل 15%. مثل اللي عملته نانسي اليوم؟ مثل اللي عملته نانسي اليوم والطعم بس اطيب. والطعم اطيب اكيد. هلا اليوم كمان بدي خبرك شغله كثير مركزين على الفاشن فوت اللي فيه، صح؟ حتى ريحته طيبه كثير 100%. هلا اليوم كمان بدي خبرك شغله اكيده، انه اليوم هيدي التانكه بتحتوي على تقريبا 250 ملليلتر، 210 ملليلتر بيناتهم هن فريش جوس و40 ملليلتر هن دي 7 بريميوم سبيريتس موجودين بقلبه. اليوم وقت نشوف هيك درينك محطوط بتانكه خالصه ككوكتيل بيسوى ينحفظ بتانكي؟ يعني انا وقت اشوف انه كوكتيل بيسوى ينحفظ ولا قد ايه بيقدر ينحفظ بهيك تانكي؟ اكيد اليوم نحن حسب المواصفات الاوروبيه نعم. وتصديقا على وزاره الصحه الالمانيه واللبنانيه قدرنا نحط هيدا الكوكتيل بقلب تانكي، لانه ما في كميه الكحول كثير كبيره. اليوم الاسيد الموجود بقلبه بحافظ على النكهه تبعه وبصير كثير طيب وفيك تشربه دائما. اكيد في حدا منكم بده يجرب؟ جورج انا ليتس سي رولا يو شود تراي ات جايز كلنا نجرب. وزع جورج وزع هيك قريب علي شو كده هالشيء يلا جورج سقى جورج سقى ليتس سي اف يو غانا ووك لايك زومبيز. وعد تحيه رولا وعد تحيه. لا ما فيها غاز فيها غاز انا ما بشرب لا كيف تفتح ما بتفوت ما بتفوت رولا كاده كتير طيب كتير فروتي. جاش حرم. Even you should smell the taste. It's very delicious. طيبة بس سخنة. لا بس بريمان طيبة. فودا منصور. طيبة. كمان حبيتها. كيسا حاجة. ما دق طبعا. شرب من عند راشد. يلا. شو قلت
نايلة ممنوع. أنا ما حبيتها. راشد محصنة. سكرة نايلة. فيها باشن فروت كتير. أول مرة بيشرب راشد. قال لي ما كان يشرب قبل. بس كرمال زومبي. ولا راشد اول مره عم تشرب؟ انا اول مره عم بشرب كسر الكسر الهيدا. جوع بيرميها اليوم. زومبي وين موجود؟ يعني كل العالم فيها تروح تشرب زومبي بالبار. هلا اليوم اذا تقول there is a cocktail zombie. بس الفرق كمان اليوم بدي اخبر اكثر انه الزومبي الفلاش زومبي is the new generation. لسبب انه اليوم في خبراء المان اشتغلوا على هذا البرودوي وعم بحطوا الاسانسات بطريقه كثير دقيقه. فرق بين اليوم اذا انت عم تخلطه بالبيت او البارتندر عم بيخلط لك اياه بقلب. يعني اذا بدك تعمل المضبوطه او الحقيقيه للزومبي لازم تلاقيها بالفلاش زومبي. اكيد هذا شيء اكيد نحليها بالفلاش زومبي. بيار حتى الدوزاج يعني مثل ما شفت انا حطيتهم هيك يعني الدوزاج كثير مدروس بطريقه انه ما يطلع اكثر من شط واحد بالكان موجودة. يعني إذا الكوكتيل إذا البارتندر عم يخلط لك أكيد دايماً وخاصة اللبنانية عندهم تندنسي إنه بدل الشات تصير دبل شات. يعني جو كم واحدة مثل نانسي عندكم بالشركة؟ أنا معكم مش هون. جو بيرميها شكراً كتير لوجودك معنا الليلة. Thank you a lot. نانسي شكراً كتير رجع نشوفك على الأسبوع الجاي دايماً بنفس الوقت. Thank you, Nancy. بريك الشيء بحلقتنا ما تروحوا لمحل بعدها متابعين بمن الآخر بريك ومنرجع.